فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن شيء من حقوقها الزوجية، كأن تتنازل عن النفقة أو المبيت أو غير ذلك؟ شوله إيش من أجل؟ ها؟ ما ذكر شيء. سودة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة على ألا يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يطلقها لأنها كبيرة السن، فتنازلت عن حقها لعائشة على أن لا يطلقها وتبقى زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم لتنال الشرف بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.